هلا حبيباتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. مشتاقة لكم كلش هواية، ورجعت لكم بفيديو جديد هو شلون نسوي بنفسنا سكراب الايدينا واقدامنا، وبذلك نقلل تكاليف المنتجات اللي نشتريها. طبعا هذا السكراب يستخدم بالصالونات، واكيد شلون نرطبهم ونعتني بهم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تابعوني. شلون جتني الفكرة؟ طبعا هذه صفرة الجسم بالسكر والفراولة، أنا استخدمتها حتى أقشر بها إيدي اللي هي كف الإيد، فشفت أنه مكوناتها جدا بسيطة، مجرد سكر، زيت جوز الهند، ومواد ملونة أو معطرة. فشفت أنه الفكرة ما تستحق أنه أشتريها، وهي كل المواد متوفرة عندي بالبيت. وكذلك مقشر القدم، هذا اللي استخدمه بالنعناع، طبعا يكون بزبدة الشيا وبحبيبات، لكن اني اشوف على نعومته وحبيباته اللطيفة المفروض يستخدم للايد مو للقدم، فما ينطيني النتيجة اللي اني اطمح لها. وهذا الشيء خلاني ابحث عن وصفة تكون كسكراب للايد والقدم، ولقيت هذه الوصفة الرائعة، وهذا السكراب اللي سويته حسب الوصفة اللي راح تظهر أمامكم وأشرح عنها بالتفصيل. طبعا حفظته بهذه العلبة تكون ناشفة ونظيفة، أو أي علبة متوفرة عندكم تنحفظ بالثلاجة. مكتوب بالوصفة إنه تبقى لمدة أسبوعين، أنا شفت تبقى أكثر من أسبوعين. طبعا نستخدمها كسكراب للإيد والقدم بحركات دائرية مرتين بالأسبوع أو حسب حاجتكم. طبعا الوصفة مثل ما قايلت لكم هنا إنه مقدار من ملح البحر ينطحن مثل حبيبات السكر، أو شوية أنعم حتى يكون لطيف على كف الإيد، وإذا ما متوفر سكر أسمر أو أبيض حسب اللي متوفر عندكم، مو شرط إلا نفس المكونات بالضبط. ربع مقدار من زيت الزيتون، نصف من هذا المقدار من عصير الليمون، خمس قطرات من زيت اللافندر، وقطرتين من زيت شجرة الشاي. نخلطهم بطريقة متناسقة لحد ما يكون انه عندنا سكراب شوية سميك، مو انه سائل، لا مثل ما لاحظتوا شكله، وينحفظ بالثلاجة. ونستخدمه مثل ما قلت لكم حسب حاجتكم، اكيد بالقدم راح نستخدم لهذه الاداة اللي موجودة امامكم اللي تستخدم حتى ازالة الجلد الميت وتنعيم القدم. وهذه وصفة خبيرة التجميل روان الركيبي اللي توحيد لون كف الإيد أو الأماكن اللي بيها اسمرار مثل الكوع، الركبة، اللي حول الأظافر، هيتشي. تتكون مثل ما ظاهرة أمامكم من 4 ملاعق من عصير الطماطم الفريش، 3 من عصير الليمون، وملعقتين من زيت الجليسرين، تحفظ بالثلاجة وتستخدم يومياً. وبعد ما استخدمنا سكراب للايد ووصفة توحيد اللون، اكيد احنا بحاجة الى انه نرطب ايدنا، وافضل مرطب استخدمته هو من بيزلين كولد كريم. طبعا تمتص البشرة بسرعة ويرطب، يستمر الترطيب الثاني يوم، وينطي بياض للايد نوعا ما، فهو هذا اضبط نوع اني جربته. وطبعا انتم تعرفون مكوناته كلها طبيعية. وخيار ثاني كمرطب للإيد هو هذا كريم الجليسرين اللي يكون على شكل تيوب، مو ذاك اللي يكون علبة معدنية، لا هذا كمرطب للإيد. طبعا هو مكتوب عليه مثل ما شايفين انه مرطب لليدين والقدمين، لكن انا اشوفه ثقيل نوعا ما على الإيد، فيفضل للقدم فقط، يعني ما انصح به للإيد. لكن كخيار ثاني إذا حابين ترطيب عميق فهو يعني يشتغل أيضا على الإيد، لكن أنا مثل ما قلت لكم أفضل بيزلين لأن تمتص البشرة بسرعة. وخيار آخر اللي هو اللوشن من نيفيا، طبعا هو معروف للجسم، تمتص البشرة بسرعة، فبإمكانكم تستخدمه كمرطب للإيد، وأنا حاليا أستخدمه لأن خلصت كريم بيزلين. وعدكم خيار آخر اللي هو زيت جوز الهند أيضا كمرطب، لكن أنا أشوفه يعني ترطيبه عميق، هاي إذا كان عندك الجفاف جدا قوي فتقدرين تستخدمين زيت جوز الهند، يعني هاي عدكم أكثر من خيار. وبعد ما قشرنا نحتاج أحد هذه المرطبات حتى نرطب إيدنا أيا كان المتوفر عندكم وحسب السعر. وأكيد ما ننسى أنه ترطيب الأظافر بهذه الخلطة اللي أنا مسويتها ومنزلة عنها فيديو، ولاحقا إن شاء الله راح أنزلكم فيديو شامل عن العناية بالأظافر وكل شيء، لذلك بس حبيت أنه أبين لكم
انه مو تنسون اظافركم بعد ما تسوون السكراب، لانه راح يجف الجلد حول الاظافر، فضروري ترطيب. ونجي على كريمات ترطيب القدم بعد ما نقشره ونعتني بيه، اكيد نحتاج الى انه الرطبه. بالفتره الماضيه استخدمت هذا الكريم من بيزلين، جدا جميل وتمتص البشره بسرعه ويرطب حلو. عندكم خيار اخر اللي هو من نيفيا، لكن انا اشوفه خفيف على القدم، يحتاج ترطيب اقوى، لكن حسب المتوفر، هي مجرد خيارات مو اكثر. عندكم زيت جوز الهند اكيد، لكنه تعرفون الزيوت شويه يعني السبب انه شلون يعني الملابس الاماكن اللي نمشي بيها، فما راح تمتص بسرعه. لكن افضل مرطب جربته للقدم هو هذا كريم الجليسرين، جدا جدا رائع، يرطب بعمق وتمتص البشره بالحال ويبقى ترطيبه الثاني يوم. فهذه المرطبات اللي استخدمها للقدم، مثل ما قلت لكم اكيد بعد ما تستخدمون السكراب ضروري الى انه ترطبون اقدامكم، وايضا لا تنسون الى انه تستخدمون خلطه الاظافر لان راح يجف الجلد. بالإضافة إلى ذلك ضروري حماية اليدين من أشعة الشمس باستخدام الواقي المناسب إلها. طبعا أنا أستخدم هذا الواقي من لاروش بوزيه، مثل ما شايفين البشرة وجهي، وكذلك أستخدمه الإيدي، فضروري نعتني بالإيد بداخل البيت من نكون موجودين، إنه نخلي لها سكراب ونرطبها، وأكيد من نخرج نحمي ونحافظ على ترطيبها ونحميها من أشعة الشمس الحارقة. وبهيك نكون كملنا الفيديو، إن شاء الله عجبكم، ألتقيكم على خير، أحبكم، باي باي.